في مختلف دول العالم طبقت وتطبق برامج التلقيح الجماعية، وذلك بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية التي تساهم في تقليل انتشار أي فيروس وعدد الإصابات وبالتالي تلاشيه. في العراق وأمام المعلومات الكثيرة والنصائح والإرشادات على الإنترنت، تردد الكثير من العراقيين بأخذ اللقاح وتساءلوا في فاعليته. ولكن أمام التجارب العديدة الناجحة للكثير من الدول والتسهيلات التي قدمتها الحكومة العراقية في مراكز التطعيم، تقدم الكثير من العراقيين وتلقوا اللقاح. فهل يا ترى سيصل العراقيين المحصنين إلى أعداد كبيرة وبالتالي ينتهي الفيروس؟ هذا ما سنراه في الفترة القادمة.